السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. استكمالا لمجموعة الفيديوهات اللي كنا اتفقنا عليها من الفترة اللي فاتت، إن احنا هنبدأ الفترة الجاية نخش على العربيات المستعملة. بعد الارتفاع الصعب جدا للعربيات الزيرو، اتجهنا بقى إن احنا نخش في المستعمل شوية، وبنجيب لكم كده من على هتلاقي، وهنجيب لكم من على أكتر من مكان، وأوليكس والحاجات دي كلها، مجموعة من العربيات الكويسة المستعملة اللي في ما فيهاش مشاكل حتى الآن، واللي الصيانة بتاعتها كويسة واعتمادية والكلام ده كله، ونقول لكم العربية دي معروضة بكام، ونقول لكم أفضل سعر ليها كام. تعال نبدأ أول فيديو لينا النهاردة مع نيسان صني، أكتر عربية اعتمادية في مصر، أكتر عربية عليها طلب في مصر، قطع غيار متوفرة، أي صنايعي بيشتغل فيها، العربية كمالياتها كلها متوفرة، قطع غيار كمان أسعارها رخيصة، كل حاجة كويسة في العربية، العربية حجمها كبير عالي على الأرض، فيها كل المميزات. معانا النهاردة عربيتين نيسان صني. العربية الأولى اللي معانا دي نيسان صني أوتوماتيك موديل 2018، موديل 2018 صاحبها بيقول ماشيه 80,000 كيلو وطالب فيها 200,000 جنيه، انا شايف ان السعر عالي شويه، طبعا السعر عالي عشان العربيه دي قسط، هتدفع مقدم 80,000 و3700 جنيه في الشهر، وتقدر تنزل من المقدم لان السعر كده هيبقى عالي شويه. واللي حابب يتواصل مع صاحب العربيه 010-164-6330. تاني عربية معانا النهاردة هي برضو نيسان صني، ولكن العربية دي الحالة بتاعتها كخارجية أفضل شوية في الصور، ولكن هي ماشية 124,000 كيلو. العربية دي نيسان صني أوتوماتيك 2017، ماشية 124,000 كيلو، مدينة الشيخ زايد. العربية دي صاحبها طالب فيها 185,000 جنيه، وممكن تخلص على 165,000 جنيه، هتبقى عربية كويسة جدا. أما العربية اللي بعد كده بقى عربية لذيذة، إخواتنا البنات والشباب بيحبوا العربيات الصغيرة، بيحبوا يركبوها، بتبقى خفيفه لذيذه في الحركه، في النقل وفي الجراج وفي كل حاجه. رينو سانديرو 2016 اوتوماتيك، ماشيه 70,000 كيلو ومرور تقريبا الهرم، صاحبها طالب فيها 185,000 وممكن تخلص على 165,000. بيقولوا انها حاله شاذه، زيرو، ما فيهاش رش، ما فيهاش اي مشاكل، زيرو بمعنى الكلمه بره وجوه، وماشيه 70,000. برضو لازم قبل ما تشتري اي عربيه تبتدي تكشف على العربيه وتتاكد ان العربيه دي حالتها كويسه ما فيهاش اي مشاكل. نيجي للعربيه اللي بعد كده بقى، عربيه برضو من العربيات اللي بتبيع كويس جدا، عربيات سوقها في مصر سوق كويس جدا، قطع غيار متوفره، كل حاجه فيها كويسه، يعيبها بس ان العربيه واطيه شويه عن الارض. اكسنت ار بي، هيونداي اكسنت ار بي 2012، ماشيه 184,000 اوتوماتيك مرور المعادي، ما فيهاش اي مشاكل، معاها رخصه سنتين، فابريكا بره وجوه، وكاوتش جديد، طالب فيها 175,000 جنيه، وممكن تنزل اكتر من كده، تنزل لحوالي 10,000 او تنزل 15,000 جنيه كمان. ورقم تليفون صاحبها 012-232-96786. العربية اللي بعد كده معانا كيا ريو. كيا ريو عربية كويسة، فيها مميزات كتيرة جدا، أهمها موفرة جدا 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 في البنزين، بتتنافس مع عربيات كتير في توفير البنزين، عربية كويسة بس عيبها إن هي صغيرة شوية، وساعات كده بتبقى العربيات فيها مشكلة في الكمبريسور بتاع التكييف بيحتاج يتغير. العربية اللي معانا النهاردة كيا ريو 2014، ماشية 115,000 كيلو أوتوماتيك، العربية دي مرور مدينة نصر، صاحبها طالب 195، وممكن تنزل معاه 10-15-20,000 جنيه على حسب الحالة بتاعت العربية. وكمان بيقول ان ممكن تقسط معاه جزء بسيط، رقم تليفونه 010-686-6046. العربيه اللي بعد كده شيفروليه اوبترا. شيفروليه اوبترا من افضل العربيات اللي شغاله اوبر وكريم، وناس كتير جدا جدا بتحب تقتني العربيه دي عشان واسعه، العربيه شكلها لذيذ، موفره شويه في البنزين، والعربيه بتاعت شغل، قطع غيارها توفرت جدا وبقت رخيصه كمان، فكل الناس بتحب تجيبها. الشغل اوبر وكريم في الاعتماد الاساسي بيكون اوبترا، نيسان صني، بي واي دي، شيري اريزو 5، دول اكتر عربيات شغالين. فالعربيه اللي معانا النهارده شيفروليه اوبترا 2016 اوتوماتيك، ماشيه 138,000 كيلو، صاحبها بيقول ان العربيه كويسه ما فيهاش مشاكل، ودي النسخه الهاي لاين، والعربيه كسر زيرو مع امكانيه ان انت تقسط كمان معاهم. العربيه دي مطلوب فيها 185,000، ولو حالتها ممتازه ممكن تخلص على 180، ولو حالتها متوسطه ممكن تخلص على 160 165
60,000. اهم حاجه الكشف كويس جدا على العربيه دي قبل ما تشتريها، وتاخد معاك حد متخصص او تاخد العربيه لمركز متخصص يكشف لك عليها عشان تكون مطمن وانت بتشتري. اما العربيه اللي بعد كده معانا هي ماتسوبيش لانسر. ماتسوبيش لانسر عربيه مطلوبه جدا جدا من الشباب، شكلها كويس جدا، شكلها رياضي، شباب كتير قوي بتجيب العربيه دي وبتعمل تعديلات عليها كويسه جدا في الموتور وفي الفتيس وفي العفشه، بيغيروا اداء العربيه وشكل العربيه 360 درجه. اما العربيه اللي معانا النهارده الماتسوبيش لانسر 2015 اوتوماتيك اللي صاحبها قال ان هي ماشيه 173,000 كيلو، وعلى فكره لو الحاله كويسه ما بيبقاش مفيش اي مشكله. العربيه دي صاحبها قال انها رشه بره معادها السقف، وكمان بيقول ان العربيه غاز وبنزين وعفشه كامله جديده وكاوتش جديد وبطاريه جديده ومش محتاجه لاي مصاريف. طالب فيها 185,000 جنيه لو العربيه حالتها محترمه هتساوي 185، ولو يعني فيها اي حاجه كده ولو بسيطه تقدر تنزل من 5 ل 10,000 جنيه. العربيه دي كويسه وبرده قطع غيارها متوفره ومفيش منها اي مشاكل، ودي هتكون بديل كويس لو حالتها كويسه لعربيات كتير في السوق المصري سعرها ارتفع جدا الفتره اللي فاتت والناس ما بقتش قادره تشتريها، فالبديل هيبتدي يروح للمستعمل ودي من البدائل الكويسه في المستعمل. اما العربيه اللي بعد كده معانا هي سكودا اوكتافيا اي 5 2008. العربيه دي قصتها حلوه جدا. العربيات السكودا اي 5 واي 4 دايما بتلاقيها جايه من اخواتنا ذوي الهمم اللي جايبينها من بورسعيد وبتبقى عليها حظر وبيجيبوها وبعد 5 سنين بيفكوا الحظر ويبتدوا يبيعوا العربيه دي. فانت لو قابلت حد من اخواتنا ذوي الهمم سواء كان صاحبك او قريبك او جارك وجايب عربيه من عربيات الاوكتافيا الاي 4 او الاي 5 وحب ان هو بعد فتره العربيه فقت الحظر وعايز يبيعها، فانصحك ان انت تشتري العربيه دي منه، لان العربيات دي اللي جايه كمان من بره اللي بتبقى اعلى فئه وهاي لاين بتكون من افضل العربيات اللي حضرتك ممكن تركبها، بيبقى فيها اوبشن ممتاز جدا مش موجود عندنا في مصر. العربيه اللي معانا النهارده اوكتافيا اي 5 موديل 2008، صاحبها بيقول انها ماشيه 280,000 كيلو. لو حد سالني وقال لي ماشيه كتير اقول له اه ماشيه كتير، ولكن مواتير السكودا دي كويسه جدا. لو حد كشف على الموتور ده وتاكد ان ما فيهوش اي مشاكل العربيه دي هتكون ممتازه جدا جدا جدا. وصاحبها طالب فيها 175,000 جنيه، لو كشفنا على الموتور لقيناه كويس ممكن ننزل ل 160,000 جنيه، والعربيه لو حالتها فابريكا ممكن يبقى 165,000 جنيه. ولو عايز تتواصل مع البيع 0100-567-4025. النهارده كان فيديو سريع عن سوق المستعمل في مصر، يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده افادك. الفتره الجايه بقى هنبتدي نعمل مجموعه فيديوهات متواصله عن السيارات المستعمله، وهنبتدي ننزل نصور كمان عربيات مستعمله في معارض وناس عارضينها على الطبيعه عشان نقول لكم راينا فيها ايه. والحقيقه نصيحتي اللي دايما بقولها للمتابعين، وانت بتجيب اي عربيه سواء جديده او مستعمله حاليا لازم تكشف على العربيه، وخصوصا المستعمل، يا اما تاخد معاك حد عنده خبره في الكشف، يا اما تودي العربيه مركز متكامل يكشف هو عليها عشان تكون مطمن ان انت بتدفع فلوس وفيها وتعبان في الفلوس دي ودافع فيها دم قلبك. بالنسبه للسيارات الزيرو حاليا كل يوم في ارتفاع جديد والاسعار بقت عاليه جدا، فالفتره دي ناس كتير جدا بعدت عن سوق الزيرو وبعدت عن الشراء وكله اتجه لسوق المستعمل. فان شاء الله كل فتره اما نلاقي حاجه كويسه في المستعمل هنعمل لكم فيديو بسرعه ونقول لكم اخبار العربيات ايه. جمعنا الله واياكم في جنه عرضها كعرض السماوات والارض، وكل عام وانتم بخير، عيد سعيد علينا وعليكم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.